أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. آخر يسأل يقول بالنسبة للمقيم في الرياض، فأي الأنساك يختار لحج هذا العام وهو عامل وراتبه محدود؟ الأفضل أن يختار التمتع، يأخذ عمرة قبل الحج ثم يحج في سنته، هذا هو الأفضل، نسك التمتع. وإذا كان لا يقدر على الفدية يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم.